آه بياخد العقل ما شاء الله. لا والله يا أمي، خاتم هديك البنت كان أكبر. بالله عن جد؟ لا تأخذيني حبيبتي، تعرفيني صريحة وعفوية وعم بحكي لمصلحتك. اسمعي لقلك، لو أنا محلك ما بقبل أقل من خاتم هديك، وبعدين لازم يجيب لك حلقة وإسوارة معه. هاي العادات حبيبتي، مو جايبة شي من عندي. ليش هيك أمتي فجأة؟ مو طبيعي شو حساسة. عن جد عم تتحكي مزبوط. ليكي إيلا، بكرة بيقولوا طلعت بخاتم بس. أمي شبك يحكي لك شي كلمة معك كرمال الله. هلأ هو حكيك مزبوط بنتي، بس بركي بدهم يلبسوها ياهن بعدين. يلا خلينا نمشي بنتي الحلوة. بالله ابني، معقول هيك يعني؟ أنا مو عاجبني هالوضع والله. شو هالجوازة هي؟ لا حضرنا فصل نقل ولا حفلة حنة ولا وعد ولا حتى خطبة، وكأنه خطيفة. مبسوط إنه ما رح نطالع بنتك عروس من بيتنا ابني؟ والله أمي معها حق، ما شاء الله بنت أخي رح تتزوج، بس نحن ما قلنا علاقة. أوهو، قلنا لكم تجوا على الحفلة لا تكركبوها للبنت. ايه كنتوا استنوا شوي لحتى تخلص المحكمة، ليش مستعجلين مثل اللي عم يسرقوا بضاعة سرقة؟ هدول مو محترمين، البنت اللي أخذينا كنتهم. خلص امشي بنتي. اخ منك يا ابني، شو انك عنيد. اخ شو ما إلك حظ بهالدنيا. الله يريح بالك ويعوضك عن كل هالعذاب هاد. صهري وبنفس الوقت شاهد على عرسي. مرحبا، أنا بكون إيلا. جينيك. عفوا. شرفت فيك، أنا أبوها تيمور. مرحبا. أهلين. وين الشاهد الثاني؟ جاي. والله ما عم تروح هديك الصورة من بالي أبدا. وقت شفت الخاتم لابسته كأني شفته سلاح قدام عيوني وبيوش بنتي، بس ما رح يقوص عليها هالمرة، ما رح يقدر يجرح بنتي. أنا ما رح أسمح بهالشي. انتي ما عم تعملي شغلة سيئة، ما انك عم تعملي غلط بنوب. انتو رح تداوي جروحكن مع بعض، جروح ماضيكن. يلا يا عروس نحن ناطرينك. كلن
نداويهم كلهم، رح نداوي كل جروحنا، رح تتزوج، رح تتزوجي من الزلمة اللي بتحبي، رح تتزوجي. أنا خلص فقدت توازني على الآخر، يا ترى رح أقدر حافظ على عقلي من هون لوقت الجلسة؟ ما بعرف شو ساوي هلأ، يمكن أنا مكبرتها زيادة، ما هيك؟ بس يعني بالنهاية هذا زواج، وهي الكلمة ما لها سهلة، ما هيك؟ يلا هلأ رح نبلش. سيد إلكر إلغاز، تقبل إلا يوكسال زوجة إلك مدى الحياة؟ أنا شفت عيونه لهذا الزلمة، وإذا أنا شفتهم كمان بنتي شافتهم، هذا اللي بعيونه تكبر ما له حب. بقبل. أنانية. بقبل. استعراض قوة واحد مغرور. إلا يوكسال، تقبلي إلكر إلغاز زوج لإلك؟ بس بهداك اليوم شفت بعيون هذا الزلمة شي بيخوف أكتر من كل اللي شفته، وبنتي، شفت بنتي، شفتها كيف عم تطلع على جلاد بحب. ايه بقبل. هذا الزلمة هلأ مسيطر على عقلها، أنا كتير خايفة عليها، خوفي مو من هداك الزلمة، خوفي الأكبر من بنتي إلا. بناء على صلاحيات اللي منحتني إياها الدولة التركية بعلنكم زوج وزوجة. إلا خانم تفضلي. الخوف هيك طبيعته، ما هيك؟ بتحسي بيسيطر على عقل الإنسان، العقل والمنطق بيختفوا وبيضل بس الخوف والشك. بس هذا المجنون بما أنه تجرأ وعمل هيك فمستحيل يرجع يوصل له، يعني بالأخير الزواج ما له شغلة بتصير بهي البساطة اللي عم بيتصرف فيها. طيب لنفترض بنتي عمية وعقلها ما كان معها، بس في حقيقة وفي واقع والكل بيعرفهم، وكل العالم ما بتعرف هذا الزلمة شو عمل ببنتي، وفي الدعوة، يعني مين اللي رح يقبل يزوجهم؟ بهار خانم، انت ما بتقري اخبار الصفحة الثالثة ابداً؟